السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدني أكون معكم زملائي وزميلاتي الكرام مع سلسلة جديدة تتعلق بموضوع هام جدا نحتاجه في عيادة الأسنان، وهو عملية الإرواء أو الإريجيشن. ما في شك أن عملية الإريجيشن هي عملية تعتبر حجر الأساس في نجاح معالجات الجذور أو ما يدعى بسحب العصب. مع السلسلة اللي رح تبدأها اليوم إن شاء الله رح نتكلم عن أهم المحاليل المستخدمة في عملية الإريجيشن، رح نتكلم عن الوسائل والأدوات يلي بتساعدني على تحقيق عملية الإريجيشن. حنتكلم أيضا عن التقنيات اللي مستخدمة الحديثة سواء على مستوى التنشيط السوليوشنز والحصول على أفضل إريجيشن ممكن، أيضا الإجابة على كثير من الأسئلة تتعلق هل نحن نقوم بالإريجيشن بشكل صحيح، هل هناك بروتوكول معين يكفل لنا إجراء المعالجات اللبية وعمل إريجيشن بشكل جيد ومميز. أيضا سيتم طرح بروتوكولات مختلفة تتعلق بمعالجات الجذور، لأنه نحن نعرف أن معالجات الجذور ليست واحدة، ممكن تتعامل مع لب متموت أو لب عفن، مع أولد بايوفيلم، مع نيو بايوفيلم، مع فيتال تيث. فكل هاي التفاصيل خلينا نحكي عنها طبعا وفق دراسات توصلنا لأفضل إريجيشن من ناحية المواد، ناحية الانسترومنتس، ومن ناحية التكنيك. بتمنى أيضا من الزملاء اللي عم يشاهدوا المحاضرة عم يستفيدوا من المحتوى وشعروا بأنه فعلا المحتوى اللي عم قدمه أدى لفوائد سريرية في عملهم، بتمنى ما تبخلوا علينا بزر اللايك، أيضا التعليقات اللي بتساهم بظهور الفيديو بشكل أفضل للزملاء ومساهمة في نشر العلم والدال على الخير كفاعلة، وأخيرا مشاركة المحاضرة مع أكبر قدر من الزملاء لتعم الفائدة. فخلونا نبدأ. فإذا الجزء الأول من سلسلة All About Irrigation in Endodontics رح نحكي فيها إن شاء الله عن السوليوشنز المستخدمة في عملية الإريجيشن، نتعرف عليها بشكل عام وميزاتها وما نحتاجه الحقيقة في عملية الإريجيشن. طبيعة الحال عملية الإريجيشن هي العملية أو الجزء الأهم في عملية المعالجة اللبية أو الروت كانال تريتمنت. طبيعة الحال السؤال الأول ممكن يتبادر للأذهان هو Why do we need irrigation؟ الحقيقة أنه مع سواء الطرق القديمة في عملية debridement سواء المانيوال أو الروتري الحديثة، ممكن يتبادر للذهن أن عملية debridement هي ممكن تكون كافية لعملية تنظيف القناة، لكن من خلال مجموعة من الدراسات على مدى سنوات دائما كان الإريجيشن هو الجزء الأهم في عملية التخلص من الديبريز اللي بتنتج عن عملية التحضير أو debridement وإزالة البقايا سواء الأورجانيك أو الإنأورجانيك وغيرها من الديبريز اللي بتسيء وبتؤدي لفشل المعالجة اللبية. طبعا عديد الدراسات اللي بتوضح أهمية عملية الإريجيشن في نجاح الإندودونتيك تريتمنت ممكن نعثر على كتير من الستاديز اللي بتورجينا هذا الأمر وأهميته. وضعت أنا بس مقالتين بحثيتين، واحدة بالدينتال أبديت مقال بال 2016 لجيمس دارسي وآخرون، بتحكي عن أهمية الإريجيشن وبتخلص على أنه during endodontic treatment mechanical debridement alone will not treat the root canals of bacteria. So regardless of the whether this is done by hand files or rotary instruments. So بالتالي الدراسة خلصت والمقالة لمجموعة واستعرضت مجموعة من التكنيكس في الإريجيشن اللي أكدت على أنه عملية الإريجيشن هي الأساسية في التخلص من البقايا العضوية وغير العضوية. أيضا مقالة بحثية أخرى لساجل شارما بتحكي عن الـ role of irrigation root canal treatment، مقالة قيمة أنصح أيضا الرجوع إلها، فيها كثير من المعلومات تتعلق بالإريجيشن. ومن هون نحن فينا نقول أنه عملية الإريجيشن اللي تتحقق من خلال solutions المستخدمة بشكل أساسي يجب أن نتحقق فيها مجموعة من الوظائف تحقيق النتائج المثالية اللي نحن بنرغبها. أول شيء لازم يكون في فعل منظف، بالتالي بيمنع البلوكينج اللي بيحصل على مستوى الإبيكال ثيرد، خاصة أنه عملية الديبرايدمنت بتأدي لخروج كثير من الديبريز اللي ممكن أنه تتواجد في الإبيكال ثيرد. فمن هون نحن بحاجة لسوليوشن يؤدي لعملية واشينج وعدم تجمع البرادة أو الديبريز هاي في الإبيكال ثيرد. أيضا يجب أن تملك فعل مزلق lubricant action بحيث تؤدي إلى reducer friction وبالتالي تقلل من إمكانية حدوث كسر للأدوات خاصة مع الروتري instruments.
ايضا الابيليتي تو ريموف او لاليمينيت سمير لاير الطبقه اللي هي عباره عن نتائج الديبراينمنت اللي بنعمله سواء مانوال او بالروتري انسترومنتس. البقايا هاي اللي بتتجمع على الدنتين التيوبولز وبالتالي بتعمل لي اغلاق للتيوبولز وعدم اندخال الاريجيشن سوليوشنز او حتى السيلر فيما بعد. فاحنا محتاجين سوليوشن يؤدي لازالتها وبالتالي تنظيف سطح الدنتين. ايضا ان يكون له القدره على حل النسج سواء الاورجانيك او الانورجانيك. ايضا ان يكون يملك انتي مايكروبيال افكت يعني بمعنى فعل مضاد للجراثيم. ايضا القدره على اختراق النسيج المحيط بالقناه لحدوث تعقيم كل المناطق اللي نزعنا منها البالب. ايضا لا يملك اي فعل سمي او مخرج للنسج. واخيرا انه ما يؤدي الى اضعاف بنيه السن. والحقيقه انه ما في سوليوشن بيحقق لي كل هاي الفانكشنز توجذر. ومن هون نحن حنشوف بالبروتوكولات دائما في هناك حاجه لاستعمال اكثر من سوليوشن لتحقق لي كل هاي الفانكشنز الديزايرد فانكشنز. فاذا خلونا نستعرض معا الاريجيشن سوليوشنز وراح نبدا طبعا اهم سوليوشن على الاطلاق واكثر سوليوشن يستخدم في الاندو تريتمنت. والحقيقه انه نحن في بحر المحاضره حتكلم عن مجموعه من المحاليل سواء الاساسيه او السبورتيف او الميكس. حتى بدي اقول انه ما في شيء مطلق من ناحيه انه يجب استعمال هذا السوليوشن فقط او يجب عدم استعمال هذا السوليوشن. او يعني دائما في سعه في الموضوع وراح نلاحظ كثير بروتوكولات وكثير مدارس. بس الثابت الوحيد تقريبا الاساسي هو انه الصوديوم هيبوكلوريت هو سوليوشن اساسي في عمليه الاريجيشن مع الاندو دونتيك تريتمنت. الهيبوكلوريت الصوديوم حنلاحظ مجموعه من المزايا اللي بيمتلكها. هو مضاد ميكروبي حال للبروتين وبالتالي هو حال للنسج الاورجانيك في القناه سواء كانت حيه او نيكروتيك. ايضا يملك فعل مزلق فهذا الشيء بيساعدنا كثير في عمليه الديبراينمنت انترا كانال. وايضا يتميز بانه سريع التاثير ويملك فعل حال ومؤكسد. اما السلبيات اللي موجوده في الهيبوكلوريت الصوديوم واللي غير مرغوبه بتؤدي لانه نعمل بعض التعديل في عمليه استخدامه منها مثلا انه هو سمي وخاصه بالتركيز الاعلى. ايضا هو لا يزيل طبقه اللطاخه او السمير لاير فهذا بيخلينا نحتاج لمجموعه اخرى من سوليوشنز الكليتنج ايجنتس يلي بتتكفل بهذا الامر. ايضا هو مسبب للتاكل بالنسبه للادوات والاستمس اللي عم نستخدمها. ايضا قد يؤدي لحصول ديسكولوريشن. ايضا طعمه غير المرغوب بشكل عام. ايضا في دراسه لروخا بال2012 اكدت انه استعماله كفاينل رينز قلل من البوندينج بين السيلر خاصه الريزين سيلر مع الدنتين. يعزى هذا الامر الى تاثير الهيبوكلوريت الصوديوم على تبلمر او على البوليميزيشن للريزين. هناك من ذكر بانه يمكن معاكسه هذا الفعل باستخدام حمض الاسكوربيك او الاسكوربيك اسيد فيتامين سي. يعني هي مجموعه من السلبيات اللي بيعاني منها الهيبوكلوريت الصوديوم على مستوى السريري. بالتالي الهيبوكلوريت الصوديوم نحن بنستخدمه بتركيزين. طبعا هو متواجد بعدد تركيز بي اتش 11 من نص الى 6%. لكن التركيزين الاكثر استعمالا في عملنا كريجيشن في الاندودونتيك تريتمنت هو ال 2.5% وال 5.25%. التركيزين طبعا متكافئين كتأثير في حال تم تسخين الهيبوكلوريد او لو انعمل اكتيفيشن. لكن استعماله بشكل طبيعي بهذا التركيز ما في شك انه التركيز الاعلى يكون اكثر فعالية. ايضا وجدوا انه الهيبوكلوريت صوديوم دائما الفريش النيو بيبقى اكثر فعاليه من القديم بسبب انه الهيبوكلوريت صوديوم بيتحلل بسرعه. والحقيقه انه ممكن نحن نطيل في عمره بانه نحن نضعه في قوارير ضليله. ومن هون اهميه انه ما نوضع الهيبوكلوريت صوديوم ضمن سيرنج كانه نحضر المحلول قبل ما يجي البيشنت. بعض العيادات بتحضر 3-4 سيرنجات بتحط فيها هيبوكلوريت صوديوم طبعا بيتخرب بالضوء بيفقد كثير من فعاليته. طبعا هو رخيص الثمن بيزيد الفعل المضاد للجراثيم والفعل الحال للتيشز بزياده درجه الحراره. وتقريبا يقترح افضل فتره ارواء له هي 30 الى 40 دقيقه. طبعا هو مثل ما قلنا سمي ولذلك البعض يقترح انه استخدام تركيز منخفضه 2.5% مع التسخين. لانه مثل ما قلنا التركيز المنخفض هو اقل سميه ومع التسخين بيعطيني فعل مكافئ للتركيز الشائع اللي هو 5.25. طبعا مجموعه من العوامل بتاثر على فعاليه الهيبوكلوريت الصوديوم منها مثلا التركيز. دراسه جونسون بال2009
أكدت على أن تقليل التركيز يقلل السمية بس بيقلل أيضا الفعالية الحالة للنسج وبيقلل أيضا الفعالية القاتلة للبكتيريا. ومثل ما حكينا أنه في حال تسخينه فإحنا بنقدر نعوض عن هاي النقص اللي حصل في هذا التأثير. أيضا الفوليوم دراسة لسيكيرا في 2000 حكيت على أنه الكمية أهم حتى من التركيز، وأنه زيادة كمية الهيبوكلوريت وهي أهمية أنه نحن نستخدم إرواء غزير ومستمر بهيبوكلوريت الصوديوم كانت إلى دور أكبر في تقليل الجراثيم من رفع الكونسنتريشن أو التركيز. العامل الثالث هو الزمن. دراسة لنيشا غراغ بال 2010 أكدت على أنه كل ما زاد تماس الكلور مع الكنال أو مع دنتين الكنال بيعطيني فعالية أكبر، وخاصة هذا الأمر مرغوب مع الحالات النيكروتيك أو حالات الانفكتيد كنالز. آخر شيء بالنسبة للتمبريتشر، زيادة حرارة الهيبوكلوريت الصوديوم حتى مع تركيز منخفضة أدت لزيادة فعاليته. في دراسة لسيريتس بال 2005 حكى عن أنه الهيبوكلوريت الصوديوم بتركيز 1% بدرجة حرارة تقريبا 45 كان مساوي لفعل الهيبوكلوريت الصوديوم بتركيز 5.25% بدرجة حرارة 20. فمن هون نحن بنقول انه يعني ممكن نحن نستعيض عن التركيز العليا باستخدام تركيز اقل مما يؤدي لسمية اقل واثار جانبية اقل، وبنفس الوقت نحصل على فعالية مكافئة بالتسخين. بدي اقول كمان بهي دراسة كان وجدوا انه التمبريتشر رفع حرارة الهيبوكلوريد بتزيد بشكل خاص الفعالية او التأثير القاتل للجراثيم اكثر من تأثيرها على الفعل الحال او الديسولف للتيشز الأورغانيك ديبريز، في حين الأكتيفيشن التنشيط أدى لزيادة الفعلين معا. فهي كمان نقطة مهمة مشان فيما بعد لما نحكي عن البروتوكولات يكون واضح الفرق بين تأثير الحرارة وتأثير التنشيط. طبعا في نقطة كمان مهمة بالنسبة للهيبوكلوريت صوديوم هي آلية الفعل اللي بيقوم فيها بحل العضويات أو بقتل الجراثيم. آلية فعله تعتمد على دخول جدار الخلية الجرثومية وتشاركها مع البروتينات البلازمية، فبتشكل الـ HOCL. HOCL هو بيملك فعل مضاد للبكتيري لأنه بيثبت الأنزيم الأساسي للDNA وبالتالي بيؤدي لموت الجراثيم. طبعا من الأشياء المؤسفة واللي الواحد ما بيتمنى نهائيا أنه تحصل معه في العيادة هو عملية حقن الهيبوكلوريت الصوديوم خارج الذروة. بده يكون كتير حذرين، وراح نحكي فيما بعد لما نحكي عن تكنيكس في الإيريجيشن كيف نكون حذرين ونستخدم الإبر بطريقة مناسبة وإدخال مناسب بحيث ما نحشر الإبرة في الإبيكس ونحقن ونؤدي لحادثة تسرب الصوديوم هيبوكلوري. طبعا حادثة حقن الهيبوكلوريت الصوديوم في النسج تؤدي لوذمة شديدة وألم شديد يظهر تقريبا بعد 5 دقائق من عملية الحقن، تكون وذمة واسعة ومعممة مع احمرار وأزرقاق للجلد ولا الميوكوزا، تكون مرعبة للبيشنت. الطبيب لازم يعرف يتعامل مع هي الحالة. طبعا أهم الخطوات هي نعمل إرواء بالنورمال سالين، إرواء غزير وكتير، ونسمح للدم يخرج يعني بشكل كافي، ما نحاول نسكر القناة. ويطلب من المريض أنه يحط كمادات باردة كمادات ثلجية لمدة 24 ساعة بنظام ربع ساعة ربع ساعة لا قدر الإمكان. بعد هيك ممكن نعمل كمادات دافئة بعد 24 ساعة الأولى وبتستمر من 3 إلى 7 أيام بنفس النظام قدر الإمكان، ربع ساعة منحط وربع ساعة منشيل. طبعا لابد من إعطاء مسكنات ألمية والNSAIDs البروفين وغيره. محبت كمان نعطي بروفيلاكتيك أنتيبيوتيك ل7 إلى 10 أيام، ممكن نعطي الكلافوجيك أسيد أموكسيسيلين والمراقبة. وأهم شيء أنه نخبر المريض أنه الموضوع رح يأخذ أسبوع وبعد هيك إن شاء الله رح تنتهي المشكلة. المحلول الثاني اللي رح نحكي عنه هو أيضا يتشارك من ناحية الفعل المضاد للجراثيم مع الهيبوكلوريت الصوديوم، وهو الكلورهيكزيدين. الكلورهيكزيدين هو مضاد جرثومي جيد، يستخدم عادة كغسول بتركيز 2%، ويستخدم أيضا في الإندو كإيريجيشن بتركيز 2%، بيكون على شكل كلورهيكزيدين ديغلوكونات. طبعا بيتميز بأنه التصاقه بالنسج جيد لأنه هو بيعمل تقليل لتوتر السطح، وكنا حكينا هذا الشيء لما حكينا على الـ All About Bonding، قلنا محبذ استخدام الكلورهيكزيدين قبل تطبيق البوند. في ميزة كمان مع الكلورهيكزيدين أنه هو أقل سمية من الهيبوكلوريت الصوديوم، وفي ميزة أخرى هو أنه ما بيؤدي لتآكل الدنتين
وبيملك فعل مديد خاصية السستينيتي اللي بتعني انه الكلوريكزيدين بيستمر بفعل المضاد للجراثيم لفترة طويلة بعد وضعه في القناة. تقريبا بعض الستديز حكيت انه ممكن يستمر تقريبا لثلاث اشهر، وهذا السبب انه هو محبذ كفاينال رينز. انا بستخدمه كفاينال رينز خاصة بحالات النيكروتيك، وراح نحكي لما نوصل للبروتوكولات الاسباب اللي بتخليني افضله كفاينال رينز. ومثل ما حكيت دائما في البروتوكولات وفي تفضيلات مختلفة، ما فينا نقول انه في شيء صح وحيد، المهم انه يكون في ثوابت صحيحة عم نشتغل عليها. طبعا الكلوريكزيدين يفتقد لخاصية إزالة أو حل الأورجانيك أو الإنورجانيك تيشيز أو ديبريز، أيضا غير قادر على إزالة السمير لاير. أيضا وجود بقايا عضوية يثبت فعل المضاد للجراثيم، لذلك هو دائما مستحب استخدامه بعد الNOCl. هو لا يمكن بحمل الأحوال أنه يغني عن الهيبوكلوريت الصوديوم، لأنه ما بيقدر يحل النسج، ولأنه بيفقد فعله المضاد للجراثيم لما بتكون موجودة بقايا عضوية أو أورجانيك ديبريز. بدنا ننتبه عدم مزجه طبعا مع الـ NaOCl مع الهيبوكلوريت الصوديوم، لانه بيتشكل راسب بلون صدأ اللي هو الباراكلور انالين، وبيؤدي لعمل بلوك، وبالتالي ممكن السيلر ما يوصل لنهايه الروت. ايضا هذا المركب يعتبر كانسيروجينيك. سريريا من الناحيه السريريه ينصح باستخدامه مع دوره مفتوحه، لانه بيملك فعل مضاد للجراثيم، وهو اقل سميه اقل توكسيسيتي من الهيبوكلوريت الصوديوم. ايضا منصوح استخدامه كمضاد جرثومي كفاينال رينز بعد ما نستخدم الايديتا ونزيل سمير لاير، وبعد ما نستخدم الان او سي ال في بدايه لحل النسج، يستخدم كفاينال رينز، فبيتمتع بخاصيه السستينيتي اللي بتكفل انه يستمر فعل مضاد للجراثيم لفتره بينما يحصل الهيلينج على مستوى الايبكس. طبعا فعاليه الكلوريكزيدين او تاثيره بيكون بسبب شحنته الموجبه اللي بتلتحم مع الشحن السالبي الموجودة في جدار الخلية الجرثومية، فبتجعلها نفوذة، وبالتالي بيؤدي هذا لموت الخلية الجرثومية. وبدنا نتذكر مثل ما حكينا لما حكينا عن البوندينج، انه ايضا الكلوريكزينين له تأثير مثبت للام ام بي، وهذا سبب انه هو بيعزز ارتباط كمان السيلر الريزين سيلر خصوصا مع الكنال او مع الدنتين للكنال. نقطة اخرى كمان من المفيد ذكرها، انه عادة الكلوريكزيدين بتراكيز منخفضة بيكون موقف لعمل الجراثيم، وبيكون بتراكيز عالية فوق 2% مثل ما حكينا قاتل الجراثيم. خلونا إذا نتوقف هنا بعد ما حكينا عن الكلوريكزيدين والهيبوكلوريت الصوديوم باعتبارهم محاليل تنتمي لنوعية المحاليل المضادة للجراثيم، ونترك المحاضرة القادمة للحديث عن نوع آخر من solutions يتكفل بوظيفة إزالة السمير لاير بما يدعى الكليتينج ايجنتس أو العوامل الخالبة، ونحكي أيضا في المحاضرة القادمة عن بعض solutions الأخرى المشهورة والموجودة في الممارسة السريرية وبعض supportive solutions. أذكركم مجددا بالضغط على زر اللايك، ترك تعليق، مشاركة المحاضرة والاشتراك، تفعيل زر الجرس. شكرا لإصغائكم، أتمنى أنه كانت المحاضرة مفيدة، والسلام عليكم.